وأيضا من العلاجات المهمة للذنوب الدعاء. الهداية من الذي يملكها؟ الله سبحانه وتعالى. هداية القلوب بيد الله عز وجل. من يهدي الله فلا مضل له، ولذلك إذا تريد الهداية والسلامة والعافية من الذنوب والمعاصي فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى واطلبها وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا علم الله سبحانه وتعالى منك صدقا وفقك وأعطاك. وليست التوبة صعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أقوام يعبدون الأوثان ويشربون الخمور ويأيدون البنات، فأنقذهم الله عز وجل بنبيه وأخرجهم من الظلمات إلى النور، فصاروا سادات الدنيا عبادا زهادا. فليس ذلك ببعيد على الإنسان إن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى.